السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سادة الكرام، وأهلا وسهلا بكم في هذه التغطية الخاصة والمباشرة من على شاشة العراقية الإخبارية والعراقية العامة وعلى أثير إذاعة جمهورية العراق. أهلا وسهلا بكم، ونحن نحتفي بالذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة الانتصار الشهيد أبو مهدي المهندس والشهيد الجنرال قاسم سليماني. أيام النصر والشهادة تحل علينا مستذكرين الحادثة الأليمة التي فجعنا بها برحيل قادة النصر القائد أبو مهدي المهندس والجنرال سليماني. تلك الحادثة التي كان لها وقع الصاعقة على العراقيين وقد ألقت بظلالها على طبيعة المشهد السياسي والأمن في الداخل والخارج، ما استدعى قرارات مهمة سواء من الحكومة أو من مجلس النواب لتحديد الخطوط التي يجب احترامها وتأمين سيادة الوطن. وللحديث أكثر عن هذه الذكرى نضيف الكاتب والصحفي الأستاذ حمزة مصطفى. أهلا وسهلا بك أستاذ حمزة. أهلا وسهلا، مرحبا أستاذ. بداية، الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة الانتصار، كيف ترى العراق بعد عام من رحيل القائد أبو مهدي المهندس والجنرال سليماني؟ نعم، شكرا جزيلا لك ولمشاهدي قناة العراقية الكرام. الحقيقة اللي حصل بعد حادثة المطار التي أدت إلى استشهاد الشهيد أبو مهدي المهندس وأيضا الجنرال قاسم سليماني، كان فيها تداعيات لا تزال مستمرة حتى الآن. نعم. كان المسألة الأولى التي حصلت قبل الحادثة بيومين أو ثلاثة أيام تقريبا هو القرار الذي صدر عن البرلمان أو عن مجلس النواب بإخراج القوات الأمريكية من العراق. أيضا دخلنا جو ساخن من التهديدات المتبادلة بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية طوال عام تقريبا. الآن هي الذروة في هذه التهديدات. صحيح الطرفين يعني بسبب دخول أمريكا مرحلة الانتخابات الحاسمة وعدم حسمها حتى الآن، يعني على الأقل من جهة ترامب لا يزال هو يرى أنه يراهن على ما يعده تزوير وكذا. يوم 6 بالشهر أكون محاولة وربما وراها أيضا كم يوم. بصرف النظر عن النتيجة، الجو لا يزال ساخن ولا يزال ترامب يهدد. وأيضا دخلنا مرحلتين خلال هذه السنة. الأولى موضوع إطلاق الصواريخ على المنطقة الخضراء، وكانت هذه العملية كادت أن في أكثر من مرة أن تؤدي إلى توجيه ضربات لإيران. واحدة من عندها ضربة كادت أن تحصل، لكن أعلن ترامب نفسه أنه تراجع عنها في اللحظات الأخيرة. أيضا الحوار الاستراتيجي الذي قادته الحكومة، حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظم مع الأمريكان، وزيارته إلى واشنطن خلال شهر آب الماضي، ووصوله إلى مراحل متقدمة على صعيد تخفيض القوات الأمريكية. وبالفعل بدأت الولايات المتحدة تخفيض قواتها من العراق من 3500 إلى 2500، وربما خلال الفترة المقبلة سيقل هذا العدد. يبقى فقط المستشارون والفنيون الذين هم موجودون ضمن اتفاق بين البلدين لتطوير يعني القوات الأمنية العراقية. الآن انتهت يعني السنة، والآن احنا نعيش الذكرى الأولى لهذه الحادثة. المستقبل القريب برغم كل التوترات الموجودة الآن بشأن ما يمكن أن يحصل، لكن توقع الشخصي أن الأمور ستسير بشكل طبيعي إلى استلام بايدن للسلطة. عندما يستلم بايدن السلطة أعتقد المشهد سيتغير على الأقل على صعيد العلاقة بين أمريكا وإيران. أما العراق يعني حاول أن ينأى بنفسه عن أن يكون ساحة لتصفية الحسابات، وبذلت الحكومة جهدها في هذا المجال سواء كان على عهد السيد عادل عبد المهدي، برغم أن كانت حكومته طوال حوالي 5 أشهر أو نصف حكومة تصريف أعمال، لكن حاول بعد تلك الحادثة أن يعمل شيء من أجل أن يجنب العراق. ثم جاءت هذه الحكومة وأيضا رسخت هذه القاعدة وبدأت حوار استراتيجي، و أيضا يعني حاولت حتى على صعيد العلاقة مع الفصائل وغيرها أن تضبط إيقاع العملية، بدليل أن كل عمليات إطلاق الصواريخ التي حصلت كل الفصائل المسلحة نأت بنفسها عنها وقالت أنها ليست مسؤولة عن مثل هذه الأعمال.
طيب أستاذ حمزة، دعني أنتقل على الهواء مباشرة لنقلي وقائع كلمة الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري بمناسبة الذكرى الأولى لاستشهاد قادة الانتصار. هذه الكلمة يلقيها الآن من ساحة التحرير ببغداد. وأخيرا يا رفاق الدرب وأخوة الجهاد، لقد جاهدتم وضحيتم ووفيتم معا، واختلطت دماءكم وامتزج لحمكم معا من أجل الأهداف المقدسة العالية، لتبرهنون على وحدة الهدف ووحدة المصير. ولا يمكن أن إذن أعود إلى ضيفي الأستاذ حمزة مصطفى. أستاذ، ذكرى استشهاد قادة النصر، هذه الذكرى الأولى، وقفة حزن واستنكار، تظاهرات، بالتالي كل ما حصل من يوم أمس وحتى هذه اللحظة، ما هي الرسائل التي من الممكن أن تنطلق أو تفهم من هذه الفعاليات اليوم؟ هذه الفعاليات طبيعية، بل هي ربما أقل مما كان يمكن أن يحصل، باعتبار أن للرجلين مكانتهما لدى جمهورهم والعراقيين أيضا، باعتبار أن عمليات التحرير التي حصلت ضد تنظيم داعش الإرهابي الذي احتل حوالي 3 محافظات وربما 4 أيضا، حوالي 40% من مساحة العراق، كانت هذه لو لم تكن المعارك طاحنة والتي كان يقودها في العراق الشهيد المرحوم أبو مهدي المهندس، لكان المشهد قد تغير، وبالتالي الحزن يعم جميع أنصاره ومحبيه والذين قاتلوا معه، وهذا أمر طبيعي. يعني الرسائل التي يراد إيصالها من هذه الفعالية هو أن الجمهور الذي يعني عمل، أو القادة أو المقاتلين الذين عملوا مع أبو مهدي المرحوم والمهندس، لا يزالون على العهد وهم ماضون ضمن نفس المسيرة، وبالتالي هم يريدون إيصال رسالة أنهم لن يتنازلوا عما يعني قدموا، سواء على مستوى التضحيات أو على مستوى ما يمكن أن يحصل في المستقبل تحت أي ظرف أو أي طارئ ممكن أن يحصل بهذا الشأن. الحديث ما زال مستمرا عن قادة الانتصار. أستاذ حمزة، إذا ما تحدثنا عن أهمية رموز قادة الانتصار وخصوصا بعالم الشرقي، ثم ما الذي شكله استشهادهم؟ ما الذي شكله فقدانهم أيضا؟ كل القادة الكبار الذين يتركون بصمات في التاريخ تكون لهم تأثيرات واضحة على المشهد السياسي وحتى استراتيجي في المستقبل، وهذا حصل في التاريخ كثيرا، حصلت أحداث مشابهة، والبشر عادة يتعرضون لمثل هذه الأفعال مهما تكون مكانتهم، ممكن أن يتعرض في أي لحظة إلى مثل هذا الأمر، باعتبار هو نظر نفسه إلى هذا الدرب. ولذلك يعني التبعات اللي تحصل بعد فقدانهم هي كيف يمكن أن يسلك الذين هم مؤازرون لهم نفس الدرب ويمضوا على نفس منهجهم ورسالتهم من أجل إبقاء المسيرة مفتوحة وواضحة المعالم. طيب الحديث عن إكمال مسيرة الشهيد المهندس والجنرال قاسم سليماني، قبل هذا أستاذ حمزة، التداعيات التي لحقت حادثة المطار واستشهاد قادة الانتصار، التداعيات التي حدثت بالتحديد، هل هي بحجم الحادثة، بحجم الفاجعة التي أصيب بها العراق؟ تقصد ما بعد حادثة المطار، ما حصل من تداعيات متتالية؟ أنا قلت لك التداعيات هي جانبيا بها، إما تكون رد فعل عسكري، إذا تحدثنا عن إيران مثلا، ردت على مقتل سليماني عندما قصفت قاعدة عين الأسد بعشرات لليوم هي تقول سنثار، ولليوم هي تقول سنثار، وكان آخر الـ يعني ما تم التعبير عنه هو من خلال الجنرال إسماعيل قعاني، عندما لفت إلى نقطة يعني ربما تبدو يعني جديدة، عندما قال يمكن يكون الرد بالداخل الأمريكي.
وهذا مؤشر على أنه ربما هم لديهم يعني مجسات في هذا الجانب قد يكون لها رد فعلها، وهذه ستكون رمزيا وواقعيا أكبر من أي رد آخر. يعني لو ردوا مثلا في العراق أو ردوا في منطقة الخليج أو غيرها لن يكون لها نفس الواقع عندما يكون الرد من داخل أمريكا، لأنه الحادثة صحيح حصلت في العراق، لكن الحادثة الثانية التي قامت بها إسرائيل ولا يمكن أن تقوم بها بدون ضوء أخضر أمريكا، هو مقتل عالم الذرة فخري زادة. أي هذه العملية تمت في طهران نفسها. فبالتالي الرد عندما يكون في الداخل الأمريكي مثل ما أوحى الجنرال قاآني، هذا يعني له مؤشرات خطيرة في هذا الشأن. الجانب الآخر ضمن محور التحديات أيضا والتوقعات ماذا يمكن أن يحصل، هو الذي أعلنه أيضا وزير الخارجية الإيراني ظريف أول أمس أعتقد، عندما حذر ترامب من أنه ربما هناك مؤشرات لقيام إسرائيل أو عملاء لإسرائيل هو سماهم تحديدا، وفي العراق تحديدا ممكن أن يقوموا بعمل يعني قد يخلط الأوراق. هذه لا نعرف هل هي مثلا رسالة مقصودة أو أن ظريف أراد أن يوحي أن إيران ليست الآن في وارد الرد، وبالتالي يعني تبقى الأمور كما هي. كما قلت لك الرد الإيراني حصل تقريبا، وإن كان الإيرانيين غير مقتنعين به. عراقيا كانت جلسة البرلمان والتصويت، كان التصويت على إخراج القوات الأمريكية وحصول شيء من هذا القبيل عندما تم تخفيض القوات طيب. والآن حتى ما أعلنوه الآن القادة العسكريين وقادة الحشد مثلا الشيخ فالح الفياض عندما أعلن أن الرد هو يتمثل في إخراج القوات الأمريكية، يعني تقريبا مؤشرات الرد أصبحت واضحة، لأن أنت ما تحارب أمريكا. يعني كان مفروض مثلا رسميا أن يتم التعامل مع هذا الحادث من منطلق دبلوماسي، كأن يكون مثلا تخفيض العلاقات الدبلوماسية، حتى قطع العلاقات الدبلوماسية، احتجاج لدى مجلس الأمن، أو باعتبار أن الحادثة حصلت في العراق وتمثل خرق للسيادة العراقية من الناحية الرسمية والدبلوماسية. بالعودة إلى شخوص قادة الانتصار أستاذ حمزة، ما الذي كان يمثله قادة الانتصار من ثقل على المشهد السياسي والمشهد الأمني بحيث استدعى رعونة واشنطن بتنفيذ ضربة المطار؟ هذا من جانب. من جانب آخر هذه الضربة ربما كانت ستشعل حربا بالمنطقة. نعم بالتأكيد، شوف لازم نفصل هنا بين الشخصيتين. يعني مثلا استهداف أمريكا لقاسم سليمان يأتي في إطار صراعها الدائم مع إيران. نعم. وهذا الصراع تجسد في هذا الحادثة، حتى هم قالوا ان هذه المهندس لم يكن مقصودا، هو ربما كان المكان والزمان حاكم في هذا الامر. صحيح، يعني حسب ما فهمت انه السفير الامريكي عندما ذهب الى السيد عبد المهدي وقال ما كان المقصود هو ابو مهدي، ولكن احنا ما نعتذر عن هذا الموضوع. يعني فبالتالي ايضا ضمنا اكو قصديه بهذا الشان. ايران وهي مع امريكا ردت جزئيا لنقل على الحادثه، وهذا يعني باي تفسير يعني ان لسليماني ثقله الكبير، وبدليل ان امريكا اعتبرت انها عندما قتلته انما عملت شيء يعني كبير جدا، وربما كان جزء من رهانات ترامب ان يعود لدورة ثانية لولا جاء. وبالفعل كان ممكن ان يستثمر هذه الحادثة وغيرها لولا جائحة كورونا التي قلبت الموازين عليه. عراقيا كان الجميع يعرف ان الشهيد ابو مهدي المهندس كان له دوره البارز، وربما هو الاول على صعيد عمليات التحرير في المناطق الغربية، حتى عندما الآن مثلا معظم القادة حتى في الفصائل الحشد العشائري والقادة السنة الذين عملوا معه جميعا يعني الآن أيضا يعبرون عن نفس مشاعر الحزن، لأنهم فقدوا صديق وشخص كان له دور في تحرير مدنهم ومحافظاتهم، وكان له تأثيره الفاعل في هذا المجال. وحتى بعض قادة الفصائل اعترف أنه يعني بعد رحيل المرحوم المهندس ربما حصل اختلال، وهذا طبيعي. يعني أي واحد إلى هذه الرمزية وإلى هذه المكانة يصعب ملء فراغه في خلال فترة قصيرة، وهذا طبعا أمر طبيعي، ليس مستغرب أن يختل التوازن في أي مؤسسة أمنية أو عسكرية عندما يرحل شخص له رمزية وهناك مسافة بينه وبين من يليه.
سواء في الكاريزما أو في القيادة أو في أي طيب. صيغة من الصيغ. الحادثة نفسها حادثة المطار أستاذ حمزة، لماذا على أرض العراق بالتحديد رغم أن جنرال سليماني كانت له تحركات كثيرة وأماكن متعددة كان قد يصلها مرارا وتكرارا الجنرال الشهيد؟ هذا هو المؤسف في الأمر طبعا، وهذا يعني يجعلنا جميعا نتساءل نفس السؤال، ولكن الجواب يجب أن يكون يعني بشكل آخر، يعني أنه لماذا داخل العراق؟ لأن أمريكا للأسف يعني العراق أصبح ساحة لتصفية الحسابات بين أمريكا وإيران، كل البلدين لديهم مصالح داخل العراق، وكل واحد يهدد الثاني بأنه سيتعامل مع مصالحه داخل العراق. لكن الإجابة عن هذا الموضوع يجب أن تكون من قبل السلطات العراقية جميعا، البرلمان والحكومة وكل الفعاليات، بأنه لا ينبغي من الآن فصاعدا أن تكون أرض العراق ساحة لتصفية حسابات لأي طرف من الأطراف، لأن هذه الحادثة أو سواها من الحوادث لو حاصلة في دول أخرى ممكن لها تداعيات أخرى، ولكن للأسف لا يزال العراق يدفع ثمن هذا الاختلال في التوازن، ورغم أنه يجب أن ينتهي هذا الموضوع ويجب أن يعود العراق بلد قوي ومحوري في المنطقة. اليوم المتظاهرون أستاذ حمزة رفعوا شعار السيادة، بالتالي المطالبة الحثيثة بضرورة الحفاظ على سيادة العراق وإبعادها من أي خرق قد يحصل من هنا أو هناك، ما أهمية هذه الرسالة بهذا الوقت بالتحديد؟ هو هذا النقطة المهمة، يعني هذا ربما استكمالا لحديثنا في السابق، أنه موضوع حصول عملية من هذا النوع في العراق وفي المطار، والمطار نفسه يمثل رمزية، يعني غير هنا رمزية مضاعفة، يعني المطار يمثل سيادة الدولة. نعم. وبالتالي عندما تحصل هذه العملية وبهذه السهولة هنا عاد كيف ممكن أن نستثمر هذا الموضوع لبحث آليات الحفاظ على السيادة وترسيخ هذه الآليات، وهذا الموضوع إذا كانت التظاهرات اليوم قد عبرت عن هذا المسألة فهذه يعني حقيقة بادرة مهمة، أنه الجميع الآن يريد للبلد أن يكون يعني قادر على حفظ سيادته وترسيخ هذا الأمر بحيث لا يحصل شيء مستقبلي، وهذا طبعا يستدعي من الجميع الآن أن يكونوا صفا واحدا، بمعنى أنه يعني الصحيح في البلدان الديمقراطية الخلافات موجودة. نعم. خلافات بين الكتل السياسية، بين البرلمان والحكومة، يعني بين المعارضة والموالاة، هذا أمر طبيعي، ولكن هذه الخلافات يجب أن تكون ضمن الأطر الداخلية، لا تتعدى المسائل التي هي لا يجب أن تكون مشتركة ومحل توافق، ومن أبرزها سيادة الدولة، وهذا الأمر طبعا هو الذي يجب أن يبحث الآن ويجب أن يرسخ. عندما نتحدث عن سيادة الدولة، ما هي معايير سيادة الدولة؟ أحد أبرز المعايير في سيادة الدولة هي حفظ هيبة الدولة من خلال حفظ البعثات الدبلوماسية، وعندما تهطل الصواريخ على البعثات الدبلوماسية هذا خرق لسيادة الدولة ولا يرسخ هذه السيادة حتى بأي مفهوم من المفاهيم. طيب دكتور أستاذ حمزة دعني أقاطعك قليلا لأعلق على هذه الصور التي تظهر إليكم على الهواء مباشرة من العراقية الإخبارية والعراقية العامة، هذه الصور للتظاهرات الحاشدة للعراقيين وهم يحيون الذكرى السنوية الأولى لفاجعة المطار واستشهاد قادة الانتصار الشهيد أبو مهدي المهندس والشهيد قاسم سليماني، حيث أحيا العراقيون حقيقة. منذ يوم أمس كانت هناك تظاهرات ووقفة احتجاجية للعراقيين بمطار بغداد الدولي وبالقرب من الحادثة التي شهدت استشهاد قادة الانتصار، ومرورا لحتى ظهر هذا اليوم وما زالت التظاهرات مستمرة في ساحة التحرير ببغداد. متظاهرون من جميع محافظات العراق تجمهروا بساحة التحرير إحياء للذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة الانتصار. طبعا ولتسليط الضوء أكثر على هذه التظاهرات ينضم معنا عبر الهواء مباشرة زميلي مراسل العراقي الإخبارية مؤيد الفرطوسي. مؤيد مساء الخير. مساء الخير سعد. مؤيد كيف هي الصورة لديك الآن؟ قبل قليل كانت هناك كلمة للأمين العام لمنظمة بدر الحاج هادي العامري
يعني رئيس تحالف فتح أيضا، ما الذي تطرق إليه من خلال هذه الكلمة؟ نعم مساء الخير صادق. من خلال الكلمات التي ألقاها السيد العامري والسيد الفياض وعدد من القادة والمسؤولين الذين حضروا هنا، أشادوا بالتضحيات الكبيرة التي قدمها المهندس وسليماني من خلال مطاردتهم ومحاربتهم داعش الإرهابي وتحرير الأرض من براثن هذا التنظيم الذي عاث بالأرض فساده. تجسدت اللحمة الوطنية الكبيرة من خلال قدوم مجموعة من المواطنين من عدد من المحافظات من أقصى العراق من شماله إلى جنوبه شرقه وغربه، قدموا لإحياء هذه الذكرى السنوية الأولى، وهذه الاحتفالية هي أكبر تجسيد للحمة الوطنية والمشاعر الوطنية الصادقة تجاه هذين الشهيدين ورفقهما وكل من بذل دمه من أجل تحرير أرض وتراب عراقنا العزيز. أيضا ينضم معي القيادي في الحشد الشعبي السيد جبار الموسوي ليحدثنا عن بطولات الشهيدين واستذكارهم في هذه الأيام الخالدة خصوصا الذكرى السنوية. السلام عليكم سيد. السلام ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجورنا وإجوركم بهذه الذكرى وهذه المناسبة، ومناسبة الزهراء أولا فاطمة سلام الله عليها، ومناسبة الشهداء الأعزاء سليماني والمهندس ورفاقهما وشهداء الحشد وقواتنا الأمنية جميعا بهذه الانتصارات الرائعة التي سوف تعاد كل عام وكل لحظة وكل يوم وفي كل بيت وعائلة، انتصارات حققها أبناء البلد أبناء العراق بقيادة أخينا المجاهد الكبير الحاج أبي مهدي المهندس، وكذلك القائد الإسلامي الكبير أخينا رفيق الدرب الحاج سليماني ورفاقهم الأبطال الذين حققوا انتصارات رائعة وحرروا البلد والعرض والأرض من براثن داعش ومن المحتل ومن ديوله إن شاء الله. نعم هنا وقفة الانتصار، وقفة العز، وقفة الكرامة، وقفة الشهداء، وقفة سليماني والمهندس، وقفة السيد السيستاني، مرجعنا مرجع الأمة الإسلامية. نعم هنا الانتصارات كلها اجتمعت كلها بحضور مبارك للإعلام والعراقية وكافة القنوات والشبكات الإعلامية الموفقة المنتصرة التي رافقتنا في سوح الحرب والقتال وانتصرنا على داعش وهزم إلى الأبد إن شاء الله. سيدنا كانت سولات كبيرة وجولات للشهيدين القائدين ومجموعة من القادة والشهداء، وأنت في محور ديالة ومحاور كثيرة، هناك حضور من أغلب محافظات العراق من نينوى، صلاح الدين، ديالى، الأنبار وغيرها من المحافظات العراقية الأصيلة حضروا هذا اليوم فضلا عن المحافظات الجنوبية، تجسيد حضورهم في هذا اليوم وفي هذه المناسبة أبناء العراق من مختلف محافظاته بتشكيلاتهم أطيافهم مكوناتهم وإلى ذلك. نعم سليماني المهندس ورفاقهم كانوا حاضرين في كل شبر من العراق، لذلك حضروا الجميع هنا، لذلك حضر الجميع هنا، حضروا ليقولوا لسليماني والمهندس ويقولوا للشهداء ويقولوا للسيد السيستاني صاحب الفتوى صاحب المرجع ويقولوا للعراقيين الذين قاتلوا وحرروا بلدهم نحن معكم، حضرنا هنا، حضرنا لنقول كلمتنا، نحن مع الحشد، مع القوات الأمنية، مع شعبنا، مع حكومتنا، مع بلادنا، محررين إن شاء الله ومن دنس كل معتدي إن شاء الله على بلادنا بحول الله تعالى. ما هي الرسالة الروحية المعنوية الوطنية التي أرسلها الحاضرون هنا في هذه الساعة وفي هذه الأوقات وتحديدا اليوم؟ نقول للمحتال وللقواعد المتواجدة في القواعد العراقية بعد أن صوت البرلمان العراقي وخرج العراقيون بمليونيتهم وخرجوا اليوم بمليونيتهم أيضا ليبقوا على العهد بأن العراق للعراقيين جميعا إن شاء الله، ولا نسمح للأجنبي أن يقول المضامين الروحية، يعني حضورهم هنا تجسيد للشجاعة للبطولة للأواصر الوطنية، كل من يحاول أن يدق على الطائفية وتر الطائفية، هذا الحضور هو تكسير لهذه الخرافات لهذه الادعاءات، نتكلم بهذا الإطار سيدي. نعم حضر الموصلي وحضر الأنباري وحضر ابن ديالة وحضر ابن البصرة والنجف وكربلاء وبابل والكوت جميعا والديوانية السماوة، حضروا جميعا متكاتفين متعانقين يعانق بعضهم بعضا بمليونية يسودها الأمان والتنظيم، ولم يعتدي على أي نفر هنا، لا على شرطي أمن ولا على عنصر الجيش ولا على أي مواطن هنا، هم ينظمون أنفسهم بأنفسهم، ولذلك نقول هنا بدأ
ابن الموصل يعانق ابن البصرة وابن كربلاء والنجف وابن الأنباري. نعم اجتمعنا سوية لنقول بعراق موحد إن شاء الله وآمن إن شاء الله من دنس داعش وأذناب داعش بإذن الله تعالى. حضور طيبين إن شاء الله سيدنا، رغم حالتك الصحية وتعبك أهل آليت أن تطل على العراقية وعلى جمهورها من خلال هذه الوقفة وهذا الحضور، كل الشكر لك سيدنا ولكل الأبطال المجاهدين الذين حرروا الأرض في هذا اليوم. نعم الشكر لله ولي وكذلك للحاضرين جميعا، ونحن مسرورون جدا بيوم الانتصار مرة أخرى، العراقي عانق العراقي في يوم الانتصار، يوم الشهداء، يوم سليماني والمهندس ورفاقهم، يوم إن شاء الله العراق الموحد والنصر للعراقيين جميعا والعز والكرامة والعيش الرغيد إن شاء الله تعالى بإذن الله إن شاء الله. شكرا. حتى الآن سيد جبار الموسى والقيادة في الحشد الشعبي، نعم صادق كما سمعت هذه المشاعر الجياشة، مشاعر تفيض بالوطنية وبحب العراق وبترابه وبأرضه، حضر ابن الشمال وابن الجنوب، ابن الوسط، ابن الغربية، ابن شرق العراق، من كل مكان حضروا لتجسيد معاني الوطنية واللحمة في هذا اليوم المبارك، هو يوم تجسدت فيه وتعالت فيه هذه الصيحات المنادية بالوطنية، كسر الطائفية. نعم صادق. طيب مؤيد، هل ما زالت الأعداد تتوافد إلى ساحة التحرير؟ أعداد المتظاهرين باتجاه ساحة التحرير لإحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة الانتصار؟ نعم، حتى هذه الساعة هنالك توافد للعديد من المواطنين الذين قدموا من بغداد وبقية المحافظات. منذ الصباح الباكر حضر العديد، آلاف عشرات الآلاف من المواطنين لإحياء هذه الذكرى السنوية. أيضا الاحتفال الرسمي والكلمات الرسمية بدأت عند الواحدة بعد الظهر تقريبا، وبها هنالك كلمات كثيرة خلال هذه الفترة منذ الصباح وحتى تقريبا نحن الآن عند الساعة الثانية بعد الظهر. هنالك توافد كثير وكبير وكثيف على الساحة من قبل المواطنين، لم تمنعهم القطوعات، هنالك قطوعات 10 في الرصافة وضعتها القوات الأمنية من أجل تأمين سلامة وصول الحاضرين المحتفلين المتظاهرين لهذا المكان. كل ذلك يعني المشي بحدود 3 إلى 5 كيلومتر لم تثنهم عن الحضور إلى هذه الساعة والساحة عفوا وإحياء هذه الذكرى الأليمة. رغم ألمهم لكن هي تجسدت فيها معاني الوطنية، معاني الوفاء، معاني الحب للوطن وأرض الوطن. هنالك روح معنوية عالية، هنالك تجسيد كبير للروح الوطنية واستذكار لشهادة الشهيدين البطلين وكذلك الانتصارات الكبيرة التي حققت ضد داعش الإرهابي. نعم صادق. طيب مؤيد، إلى أي مدى كان الالتزام حاضرا بالتعليمات التي كانت قد صدرت من هيئة الحشد الشعبي؟ كيف كان الالتزام من قبل المتظاهرين بهذه التعليمات؟ نعم، هنالك وفود كما أخبرتك صادق، حضرت من عدد من المحافظات، مناطق المحافظات يعني في تل العفر ومناطق أخرى في آمرلي، كل هؤلاء كانوا يدخلون منتظمين مجموعة، هنالك من يقودهم في البداية يرفع علم وراية العراق وراية الحشد الشعبي إضافة إلى صور الشهيدين ورفاقهم، تدخل هذه المجموعة ثم تليها مجموعة أخرى وهكذا الدخول بانسيابية بحسب ما تم التنسيق والتهيئة له من قبل هيئة الحشد الشعبي. طيب. أيضا هنالك التزام عالي من قبل المواطنين الحاضرين لهذه الاحتفالية. نعم صادق. ماذا عن دور القوات الأمنية مؤيد في تأمين ساحة التظاهر؟ منذ يوم أمس وحتى هذه اللحظة كان هناك وقفة للمتظاهرين بشارع المطار، وحتى هذه اللحظة في ساحة التحرير، كيف هو دور القوات الأمنية القائم على تأمين هذه التظاهرة؟ نعم، وجود كثيف للقوات الأمنية عند القطوعات صادق، كما أخبرتك 10 قطوعات موجودة، يعني نحن نقف الآن على يساري القطع الذي يؤدي إلى شارع السعدون، هنالك قطع موجود عليه الجهات الأمنية والقوات الأمنية تقوم بتفتيش الداخلين إلى هذه المنطقة من أجل تأمين سلامتهم. أيضا المناطق أو المداخل المؤدية إلى ساحة الطيران، ساحة التحرير، من أعلى جسر النهضة عند سريع محمد القاسم، عند مول النخيل، وعند هذه الأماكن وهذه القطوعات هنالك تواجد كثيف للقوات الأمنية من أجل تفتيش أي شخص يقدم، سواء كان من المتظاهرين أو مواطن عادي ذاهب إلى عمله، يقومون بتفتيشه بانسيابية بيسر من أجل دخوله إلى ساحة التظاهر وهذا المكان الذي تتواجد فيه الكثافة والكتلة الكبيرة من المواطنين المتواجدين هنا المحتفلين بهذه الذكرى السنوية. إذن هنالك تعاون كبير ما بين القوات الأمنية بمختلف صنوفها إضافة إلى هيئة الحشد الشعبي التي هي الراعية لهذه الاحتفالية في هذه الذكرى
السنوية الأولى، هناك انسيابية وسلاسة عالية. أيضا على الطريق صادق هناك توفير للماء والأكل والشرب، بعض المواكب نصبت خيامها عند مداخل هذه القطوعات وبعدها من أجل توفير الغداء، أماكن استراحة. هناك كما أخبرتك مسافة وقدوم طويل، يعني قد يتعب البعض، هناك كبار بالسن، هناك حتى بعض المعاقين يعني من أبطال الحشد الشعبي أو المواطنين الاعتياديين، كل هؤلاء يحتاجون إلى تقديم قضايا لوجستية من أجل تأمين وصولهم بكل حرية وانسيابية. نعم صادق. مؤيد ابقى معي، سأعود لك في رأس الساعة القادمة لنعرف تفاصيل أكثر ونكون بالصورة بشكل أكبر عن التظاهرات التي تقام الآن بساحة التحرير والتي يحييها العراقيون من كل محافظات العراق بالذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة الانتصار. إذن مؤيد ابقى معي حتى أعود لك في رأس الساعة القادمة. حتى هذه اللحظة أشكرك شكرا جزيلا زميلي مؤيد الفردوسي مراسل العراقي الإخبارية من ساحة التحرير، كنت معي عبرها مباشرة. أعود لأنقل ما ورد بهذه الصورة إلى ضيف الأستاذ حمزة مصطفى. مرة ثانية أرحب بحضرتك أستاذ حمزة. شاهدت ما تم عرضه من خلال ما أدلى به مراسل العراقي الإخبارية أن المتظاهرين قد أتوا من جميع محافظات العراق، هناك متظاهرون من نينوى، متظاهرون من الأنبار، من جميع المحافظات، بالتالي هنا تعالت الصورة الوطنية وإحساسا بالمسؤولية تجاه الدور الكبير الذي كان قد أداه الشهيد المهندس والشهيد سليمان. نعم الحقيقة هذه مسألة مهمة، ربما هي الأهم الآن في هذا المشهد الذي شاهدناه الآن عندما تحدث الزميل من ساحة التحرير عندما قال، وكذلك السيد الذي ظهر بالحديث أحد قيادي الحشد الشعبي عندما يأتي أبناء المناطق الغربية، هذه هي رسالة واحدة، لأن الدم العراقي امتزج في كل محافظات العراق، مدنه التي تحررت من داعش بدءا من الموصل إلى تكريت إلى يعني مدن الأنبار المختلفة. كل هذه الصور التي يتم التعبير عنها الآن هي تجسيد للوحدة الوطنية، وهي أيضا رسائل يبعثها العراقيون بأنهم موحدون في القضايا المفصلية في البلاد. وهذه طبعا رسائل إلى السياسيين، يعني هذا التجمع الشعبي الذي يتحدث هو عن حتى ناس معاقين، عن ناس كبار سن، هذه رسائل للسياسيين بأنكم يعني بعض كثير أو بعض السياسيين وربما كثير منهم انطلاقا من الخلافات التي نشاهدها وأحيانا المزايدات أيضا أنهم ليسوا بمستوى المسؤولية التي الملقاة على عاتقهم عندما نتحدث عن البعد الشعبي في هذا الأمر. يعني عندما يتوحد العراقيون الآن آلاف مؤلفة في ساحة التحرير من كل محافظات العراق ليس من طيف واحد، هذا يعني أن هذه رسالة عراقية للطبقة السياسية العراقية بأنكم يجب أن تنهضوا بالبلاد نحو مستويات أفضل على مستوى الخدمات، على مستوى تأمين البنى التحتية، على كل المستويات التي يجري الحديث عنها سياسيا. يعني بصراحة ليست هذه المرة الأولى التي يجري التعبير عنها شعبيا، عن مظهر من مظاهر الوحدة العراقية التي لا نجدها عند الكثير من السياسيين، عند أي خلاف بسيط تظهر أصوات هنا وهناك تحاول أن تفرق، بينما العراقيين جميعا من كل الأطياف موحدون في مشاعرهم، في تصوراتهم، في رؤاهم، في كل ما يمكن أن يعبرون عنه، هم يرون أنهم عراقيون، يعني لا فرق بين عراقي وآخر، لا على مستوى المذهب، على مستوى القومية، أو على مستوى المحافظة. إحياء الذكرى الأولى لاستشهاد قادة الانتصار بهذا الالتزام، بهذه الروحية، بهذه الوطنية، شباب من مختلف الأعمار، كيف يمكن استثماره بتوجيه دفة البلد نحو بر الأمان والحفاظ على البلد من التداعيات الخطيرة التي من الممكن أن تعصف به بين الفترة والأخرى؟ الحقيقة شوف أنت من 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 نربط هذه بهاي، من نحشي عن هذا الوحدة اللي شفناها، الوحدة العراقية، ونربطها بالطبقة السياسية، ما أريد نقول كلها، إنما يعني هم يعرفون نفسهم المشمولين بهذا الأمر، نشوف أنه خلافاتهم، خلافات البينية بينهم هي ليست خلافات تتعلق بمصالح الوطن والعراقيين، إنما هي خلافات تتعلق بمصالحهم الشخصية الحزبية والكتلوية وغيرها، وهذه يعني رأسا ينقضها العراقيون. يعني كل ما يحاول البعض أن يتحدث باسم مكون، باسم مذهب، باسم عرق، باسم طائفة، يجي العراقيين كلهم يقولوا له احنا مو هيك، يعني احنا هاي الصوره الان جاي نقدمها
هي صورة متكاملة. أنت إذا تريد تحكي احكي عن حزبك، عن كتلتك، عن كذا. وهذا طبعا مفروض الآن، مفروض هذه الرسائل كلها يتم استيعابها من قبل الكتل السياسية والأحزاب، وخصوصا الآن نحن راح ندخل موسم الانتخابات، وموسم الانتخابات هم يحكون كلهم باسم الشعب. هذا الشعب هو الآن اللي يعبر عن نفسه بهاي الطريقة. بالفعل التزام صارم، حضور جيد، هتافات وطنية، كل هذه الأمور تعبير عن أنه هناك وحدة وطنية، وبالتالي يجب أن تنعكسها، يجب أن نرى هذه الوحدة الوطنية بمن يمثل هذه الوحدة الوطنية في الحكومة وفي البرلمان. ما هي الصورة التي من الممكن أن تحضر بها هذه الوحدة الوطنية على صعيد السياسة مثلا؟ كل الإجراءات التي يجب أن تقوم بها الدولة، سواء كانت حكومة أم برلمان، يجب أن تكون ضمن مسار وطني. يعني عندما تحدث عن محاربة الفساد، يجب أن لا ننظر إليه من زوايا أنه هذا ليش وهذا مو هذا وهذا كذا. عندما نتحدث عن الإصلاح، الإصلاح يجب أن يكون من منظور وطني عام، لا أن ينظر إليه من زوايا حسبية، خاف هذا تكون لصالح هذا وضد ذاك. عندما يعني نناقش أي قانون أو أي شيء، سواء كان خاضع للتصويت أو سواء كان طلع من التصويت وذهب إلى التنفيذ لدى السلطة التنفيذية، يجب أن ننظر إليه من زوايا وطنية. وهذا كلها ترجع وين؟ ترجع لموضوع السيادة اللي يتحدث عن رمزية السيادة اللي ممكن تحترم من الخارج عندما يرون أننا جميعا نتصرف كعراقيين قلبا واحدا. الخلافات هي خلافات من أجل الوطن، لا خلافات ضد الوطن. هذه عندما تكون هذه الصورة بهذه الطريقة، راح نقدر يعني نقطع مسافات ونختزل كل المسافات التي أو كل الوقت اللي فاتنا من أجل البناء والإعمار والتنمية. إذا ما عدنا إلى تداعيات فقدان الشهيد المهندس أستاذ حمزة، إذا ما حصرناه بالحشد الشعبي مثلا، ما هي تداعيات فقدان الشهيد المهندس على الحشد الشعبي تحديدا؟ يعني قادة الكثير من الحشد الشعبي، يعني خلينا نقول بهم البركة، يعني رغم أنهم جميعا يقولون أن المرحوم أبو مهدي المهندس يعني ترك فراغ صعب ملأ، وأنا أقول هذا الكلام أيضا. يعني هم جميعا كانوا، يعني ربما فقدانه كان مفاجئ ولذلك ما كان متوقع هذا الأمر، هو كان في عمر بعده يعني قادر عن النشاط والعمل، وبالتالي فقدانه، المفاجأة في فقدانه هي التي خلقت هذا الاختلال في التوازن. هذا يجب أن يبنى، يعني بشر احنا كل يعني ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل البشر بالنتيجة هم معرضون الى هذا المصير بهذه الطريقة او تلك يعني. فبالتالي الان هم مسؤوليتهم هي استكمال المسيرة اللي بداها المرحوم المهندس، ويعني استكمال كل ما لديهم من مهمات على صعيد يعني عملهم من اجل محاربة الإرهاب. لا يزال داعش يحاول العودة ثانية، ولا تزال يعني خلاياه موجودة في العديد من المناطق، وتحتاج إلى متابعة، وتحتاج إلى أيضا تقدم تضحيات من أجلها. طيب الآن الحشد الشعبي كيف تراه وهو اليوم حاضر وبقوة بالساحة كمتظاهر، وحاضر كمجاهد، وحاضر كمقاتل يذود عن العراق اليوم من خلال هذه الكلمات التي أطلقت؟ مثلا كانت هناك كلمة لرئيس هيئة الحشد الشعبي السيد فالح الفياض، قال أنه سنحمي مصالحنا، إثارة النعرات الطائفية في العراق أسهمت في تأخير مسيرته، الحشد الشعبي مؤسسة رسمية، ودعا إلى الوحدة والتماسك، وأيضا قال أننا لسنا طلاب عدوان ولا دعاة عنف. نعم، هذه مؤشرات مهمة الحقيقة اللي حكى بها الشيخ فالح الفياض على صعيد الدور الذي يعني لا أحد ينكر الدور اللي قام به الحشد الشعبي في المحافظات الغربية، بدليل أن أبناء المحافظات الغربية نفسهم هم يعني يتحدثون عن ذلك ويباركونه، وأيضا هم نفسهم جزء من آلية الحشد. يعني الحشد الشعبي هناك، شوف أكو صورة يعني مخطوعة يعني، وهي أن الحشد الشعبي كما لو كان هو حشد شيعي، بينما الحشد الشعبي إذا تشوف أعداده نسبة أيضا نسبة ليست قليلة منه هي من أبناء السنة، حتى المسيحيين، الأزيديين، الشبك، كل الطوائف العراقية، وبالتالي هذه الحشود كلها هي جزء رديف للمنظومة الأمنية اللي أدت دور بكل تفصيلاتها، يعني أدت دور في محاربة الإرهاب ومكافحته، وبالتالي هذا يجب أن يتم ترسيخه الآن.
يعني الحشد الشعبي جزء من المؤسسة الأمنية، يجب أن لا يحصل هذا الخلط أحيانا عندما يتهم الحشد الشعبي بأنه مثلا انتهاكات أو كذا تحصل، حتى أحيانا عندما تطلق صواريخ يقال أنه هذا الفصيل تابع للحشد الشعبي، بينما الفصائل بصرف النظر عن نائها أنه هي ما تعترف، لكن كثير من الفصائل هي ليست منتمية للحشد الشعبي وتعلن عن ذلك، تسمي نفسها هي فصائل مقاومة ولديها مشروعها الخاص الذي لا يعني الذي هو ليس جزء من آلية عمل هيئة الحشد الشعبي. الشهيد المهندس كما تعلم أستاذ حمزة كان مجاهدا ميدانيا أكثر مما له حضور بالجانب السياسي، وبالتالي هذا ما يدعو إلى التساؤل، لماذا تم استهدافه؟ هو يعني مثل ما قلت لك لم يكن، يعني احنا مورد برا أمريكا من هذه الحادثة، لكن هو راح يستقبل المرحوم سليماني واستهدف، لكن السفير الأمريكي قال احنا ما نعتذر، هو هم مطلوب لكن ربما لمرحلة ثانية ما نعرف. الـ هو لم يكن جزء، كان نائب في البرلمان في دورات سابقة، لكن بعدين انصرف إلى العمل القتالي في هيئة الحشد الشعبي، وبالتالي استهداف الذي جاء عرضا ولكن بنفس النتيجة حقق هدف أمريكي، وبنفس الوقت هو استهداف للسياسة للسيادة العراقية بالضبط، هو من هذه النهاية احنا محسومة، يعني هي بالنتيجة العملية بصرف النظر عن أي شيء هي استهداف للسيادة العراقية، استهداف مباشر واستهداف وقح، لأنه لا يمكن أن تحصل مثل هذه العملية تحت أي تبرير داخل العراق. لكن بالنسبة للمرحوم المهندس هو جزء من آلية معينة هو ارتضاها وأراد أن يكون هكذا، أن يبعد نفسه عن العمل السياسي، حتى الصفة اللي يحملها هو نائب رئيس الحشد الشعبي، بينما يعرف الجميع هو مركزية مؤسسة رسمية والحشد مؤسسة رسمية ويتصرف على هذا الأساس، لكنه يعني بعيد عن المشروع السياسي المباشر برلمان أو حكومة. طيب هذا الخرق للسيادة العراقية إلى أي مدى زعزع الثقة ما بين بغداد وواشنطن؟ إلى أي مدى أثر في العلاقة ما بين الدولتين؟ بالتأكيد هذا الموضوع حصل طبعا، والعلاقة شوف بين أمريكا والعراق من 2003 إلى اليوم علاقة مبنية على يعني أسس غير واضحة إلى حد كبير، يعني أمريكا هي التي أسقطت النظام السابق وهي التي جاءت بمعظم الطبقة السياسية الحالية إلى البلاد، لكن بنفس الوقت أمريكا يعني وإن كانت يعني أيضا الحكومة العراقية والجهات الرسمية تعترف أن أمريكا ساعدت العراق حتى على مستوى يعني دخول داعش إلى الأراضي العراقية 2014، أمريكا أيضا ساعدت العراق، ولكن بنفس الوقت أمريكا صراعها مع إيران انسحب كثيرا على وضعها داخل العراق، يعني هي استهانت كثيرا بموضوع السيادة العراقية لجهة كونها لديها صراع مع إيران، وهذا هو اللي يعني في الوقت اللي أمريكا تزعم أنها تريد للعراق أن يكون بلد ذو سيادة وأنها تطور قواته وقدراته ولديها اتفاقية معه، اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين، لكن مع ذلك هي تتصرف من واقع مصالح أمنها القومي ولا تنظر إلى المصالح العراقية ولا تأخذها بنظر الاعتبار، وهذا جزء من الإخلال في طريقة التعامل بين دولتين حتى على مستوى أبسط معايير السيادة، يعني مثلا الحادث الذي حصل لو كانت أمريكا قد أخذت وجهة نظر العراق سمحونا لو لا، كان المفروض هذا يكون على الأقل إذا سمحت الحكومة العراقية هنا تلام الحكومة العراقية، هذا غير موضوع، هنا نتعامل إحنا بغير زاوية، لكن إذا لم تسمح لها الحكومة العراقية على أساس هي تجيب طيارة وإذا لم تأخذ إذن أيضا هذا خرق ثاني، ولا لم تأخذ إذن أيضا هذا، بينما أكو صدر قرار في وقتها من القائد العام السابق أنه لا يسمح بالطيران إلا بإذن من قيادة العمليات المشتركة. طيب هي قبل الطائرة اللي قبل حادثة المطار كم كانت الطائرات الصيف الماضي 2019 صيف قبل الماضي طائرات الدرون العسكرية اللي كانت غامضة إسرائيلية أمريكية كم قصفت من المواقع وفصائل شهداء الحشد الشعبي ذهبوا ضحية هذا القصف أيضا السورية كانت تسرح وتمرح، وهذا طبعا من الأمور التي تخل تماما بمعايير السيادة بين أي دولتين. طيب ما أهمية إعادة التفاهم بطبيعة العلاقة ما بين العراق والولايات المتحدة أمنيا دبلوماسيا سياسيا، خاصة ما تبعه من إعادة النظر بالاتفاقية الإطار الاستراتيجي؟
هذا يتوقف على مخرجات الحوار الاستراتيجي بين البلدين. هذا الحوار يجب أن يكون متكافئ بين دولتين ذوات سيادة، ويعني اتفاقيات موجودة، يعني حتى القواعد، يعني أمريكا لديها قواعد حتى الآن في ألمانيا واليابان، لكن ليست قواعد بصيغة الاحتلال، إنما هناك تفاهمات في تركيا، قاعدة أنجرليك، وتركيا كثيرا ما تتماحك مع أمريكا والخلافات في الملف السوري، في بعض ملفات المنطقة على صعيد موضوع البحر الأبيض المتوسط، خلافات كبيرة بين أمريكا وتركيا، ولكن مع ذلك توجد قاعدة أمريكية كبيرة في تركيا. فالاتفاقيات الدولية ممكن تنفتح على كل الاحتمالات، ولكن تبقى في معيار السيادة يبقى هو الحاكم في هذه العملية. وبالتالي احنا الآن الحوار الاستراتيجي الذي يجري الآن يجب أن يبنى على هذه الأسس، بحيث يكون حوار بين طرفين متكافئين حتى نستطيع أن نخلص من هذه القصة، يعني قصة الـ يعني عدم الوضوح في فهم أين حدود السيادة، وكيف ممكن تتصرف أمريكا على هذا الصعيد باعتبار أنها جزء من التحالف الدولي وهي تقود هذا التحالف الدولي. ولكن التحالف الدولي هو مهمة محددة، هي محاربة داعش، لا يمكن السماح لامتدادات طيب. في مسائل أخرى. الشهيد المهندس كان واضحا وصريحا بالدفاع عن سيادة العراق، وبالتالي اليوم كان هذا شعار للمتظاهرين بساحة التحرير ومنذ يوم أمس في شارع المطار بضرورة الحفاظ على سيادة العراق وإعادة هيبة السيادة العراقية. الآن ما هو الدور الواجب تطبيقه من قادة الكتل، من السياسيين، من الحكومة، لتطبيق مبدأ السيادة ويعني تنفيذ الشعار الذي رفعه المتظاهرون اليوم؟ أهم تجسيد مبدأ السيادة هو أن يكون الخطاب الخارجي موحد. يعني يجب أن نتجاوز، أن نتخطى هذه المسألة أنه هذا فلان تابع لهذه الجهة أو تلك على أساس مكوناتي، وهذا من أخطر ما يكون، لأنه الدول لا تبنى على أساس المكونات. كل دول العالم بها مكونات، معظمها مكونات مختلفة عرقية وطائفية أو غير صحيح. هذا قضية تخص تلك الدولة. احنا دولة ايضا يعني عندنا مكونات، وعراق بلد تعددي، ولكن يجب ان يبنى بلد على اساس مصالحنا الوطنية، لاننا جميعا بالنتيجة معرضون الى اي اختلال يحصل بالخارجي ينعكس على كل وضعنا الداخلي. لكن اذا بنيت العلاقات داخل البلد من منطلق المصالح مع الخارج، مع أي دولة سواء كانت جارة أو بعيدة، عربية أو إسلامية، صديقة أو شقيقة، إذا بنيت على أسس المصالح هي وحدها اللي تجعل الاحترام متبادل ومتكافئ بين الطرفين. أما إذا بنيت على مصالح جزئية وثانوية راح يبقى الاختلال قائم وستكون له نتائج سلبية خطيرة. من خلال المعطيات كيف ترى وضع السيادة العراقية على الأقل في القريب، يعني في الأمد القريب وليس البعيد، مثلا في ظل التداعيات والتوترات الكبيرة ما بين إيران والولايات المتحدة؟ شوف، يعني الآن العراق الحقيقة يعني ينظر إلى كدولة محورية بالمنطقة، وهذه يتطلب من قادة العراق على كل المستويات أن يرتفعوا إلى هذا المستوى. يعني العالم ينظر لنا أكبر مما إحنا ننظر لنفسنا، وهذه مفارقة يجب أن يعني تنتهي. وعندما يحصل هذا اليوم مثل هذا التجمعات الجماهيرية اليوم التي تنادي بالسيادة وتعبر عنها، هي رسالة يعني واضحة وصريحة أنه الطبقة السياسية عليك أن تنظر إلى هذا البعد وأن تتصرف من منطلق هذا الوضوح في الرؤية، أنه البلد يجب أن يبنى على أساس يعني دورة استراتيجي، ما يملك من ثروات، قدراته في التأثير في الإقليم وفي العالم، وبالتالي هذه تكون تحت يافطة عريضة وطويلة وهي السيادة الوطنية. طيب أستاذ حمزة، أيضا أعود لأذكر بأن هذه الصور هي تنقل لكم عبر الهواء مباشرة من كوادر شبكة الإعلام العراقي للتظاهرة المليونية التي أحيت الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة الانتصار الشهيد أبو مهدي المهندس والشهيد الجنرال قاسم سليماني. هذه الصور تردونها بشكل مباشر من ساحة التحرير، والتي توضح توافد آلاف المتظاهرين صوب الساحة إحياء للذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة الانتصار من مختلف محافظات العراق، من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، تجمعوا في العاصمة بغداد
إحياء للذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة الانتصار. كان هناك تأكيد وتأكيد كبير جدا على ضرورة الحفاظ على سيادة العراق، رفع شعار الحفاظ على السيادة، رفع شعار ضرورة الانتصار لقادة الانتصار وأخذ بثأر قادة الانتصار. كلمات كانت مؤكدة على أهمية سيادة العراق، حماية مصالح العراق، وأيضا التأكيد مستمر من قادة الحشد الشعبي من خلال هذه التظاهرات التي جرت اليوم على أن الحشد هو مؤسسة رسمية ومتمسك بالوحدة وليس طلاب دعاة أو طلاب عدوان ولا دعاة عنف. هذه الصور هي تعكس حجم التلاحم العراقي لإحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة الانتصار، وأيضا التأكيد مرة أخرى على ضرورة الحفاظ على السيادة العراقية وصيانة هيبة السيادة العراقية، وأيضا رموا الكرة بملعب الكتل السياسية بأن تحافظ على السيادة العراقية. ما زلنا مستمرين معكم سادة الأكارم بهذه التغطية المباشرة من العراقية الإخبارية والعامة وأثير إذاعة جمهورية العراق. أعود إلى ضيف الأستاذ حمزة مصطفى. أستاذ حمزة، ما زال التأكيد على موضوع السيادة العراقية، الآن الكرة بملعب الكتل السياسية، كيف يمكن استثمار التظاهرات، كيف يمكن استثمار هذا الإجماع العراقي الوطني على ضرورة حفظ هيبة الدولة وحفظ سيادتها أيضا؟ نعم، احنا تحدثنا في هذا الموضوع الحقيقة، والآن يعني اللي نشاهده الآن على صعيد الحضور، هذا الحضور الجماهيري، إنما هو مثل ما قلت لك في الجواب سابق رسالة واضحة للكتل السياسية، والحقيقة الكتل السياسية جميعها مقصرة على هذا الصعيد، يعني التقصير واضح الآن، لأنه مع الأسف كثير من 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 مخرجات ما يعبرون عنه ينطلق من بعد مصالحي وليس بعد وطني، وهذا يجب أن ينتهي. يعني إذا 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 تصرفوا جميعا على أساس وطني راح تكون الفائدة تعم الجميع. طيب أستاذ حمزة، نكون الآن والسادة المشاهدين بهذه الصور المباشرة، صور تريدنا بشكل مباشر من ساحة التحرير من كوادر شبكة الإعلام العراقي التي تنقل لكم منذ يوم أمس وحتى هذه اللحظة التظاهرة المليونية لإحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة الانتصار الشهيد أبو مهدي المهندس والشهيد قاسم سليماني. إذن سادتي الأكارم، مستمرون معكم بهذه التغطية المباشرة لإحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة الانتصار. كانت هناك كلمات لقادة الحشد الشعبي وأكدوا على سيادة العراق وحفظ هيبة الدولة، وأيضا كانت هناك كلمات لرجال دين أشادوا بهذه الوقفة العراقية الكبيرة التي قام بها عراقيون شباب وشيب وحتى الأطفال، اليوم رفعوا الأعلام العراقية منددين بالاستهداف الأمريكي لقادة الانتصار ومعلنين أن العراق سيقف بالضد من أي تصرف قد يحل من سيادة العراق. إذن هذه الكلمات ترد إلينا الآن مباشرة معكم، سنكون وكلمة الشيخ مهدي الصميدعي بالذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة الانتصار. هسه هاي اسمعوا، ما بدي اطول عليكم يجوز الوقت، بس احنا
تكاتفنا وعملنا سوية. الله سبحانه وتعالى طهر البلاد من الدواعش القتلة. واجبكم الجهادي الآن أن نخرج الدواعش القتلة السياسيين. لكن هذا الانتخابات قادمة ولا مكان لداعش سياسي في العراق أبدا. إذا تتفقون أنا معكم. نعم. عندي مطلب أخير، يمكن هذا الموقف يشاهد. في عام 61 من الهجرة، 41 هجرية، 661 للميلاد، كل الدواعش السياسيين، مو بس الحلبوسي، كل الدواعش. عندي مقترح وأتمنى من هيئة الحشد الشعبي وأتمنى من الأخوة جميعا. احنا قبل أسبوع كان عندنا وفد زار النجف الأشرف وزار كربلاء والتقى بكثير من العلماء. نقترح أن يكون عام 2021 عام الجماعة، يكون عام 2021 عام الجماعة. والله لا تبقى أمريكا ولا يبقى عميل ولا يبقى خائن ولا يبقى جاسوس. عام الجماعة، عام الجماعة، وعام الجماعة. عام الجماعة. طبعا أعتذر والله اللي يسمعها العالم، انا اعتذر منكم لكن مو انا السبب. انا والله لو اخبروني الجماعه وقالوا عدنا لكان اجيب الاف الاعداد مثل هذه الاعداد واجمع السنه والشيعه رغم انف السياسيين الدواعش. إذن سادتي الأكارم، ما زلنا مستمرين معكم بهذه التغطية المباشرة من العراقية الإخبارية والعراقية العامة وأثير إذاعة جمهورية العراق. ننقل لكم الصور للتظاهرة التي تحيي الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة الانتصار. كانت هناك كلمة للشيخ مهدي الصميدة الذي تحدث على ضرورة التغيير من خلال صناديق الانتخابات والانتخابات القادمة، ضرورة الحفاظ على العراق وهيبة العراق. وأنتقل بشكل مباشر إلى زميلي مراسل العراقية الإخبارية مؤيد الفرطوسي من ساحة التحرير. مؤيد، إن كنت تسمعني مرحبا بك مرة أخرى. اهلا وسهلا صادق. مؤيد، ما زلنا بصوره تظاهرات احياء الذكرى السنويه الاولى لاستشهاد قاده الانتصار. ما الجديد لديك مؤيد؟ نعم صادق، تتوالى الكلمات على المنصة من قبل القادة والمسؤولين، سواء المسؤولين الدينيين أو السياسيين أو المسؤولين في الحشد الشعبي، لإبراز هذا الدور المهم للقياديين، القياديين أبو مهدي المهندس والحاج قاسم سليماني، وما قدماه من أجل العراق وتحريره من براثن داعش الإرهابي. في هذا المحور الآن ينضم معي أبو رضا النجار، وهو قائد المحور الشمالي في الحشد الشعبي وتحديدا في كركوك والمناطق المجاورة. السلام عليكم حاج. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لديكم ذكريات كثيرة مع الحاج المهندس سليماني في تلك المنطقة شمال كركوك وغيره، وهذه المناطق من معارك شرف خطموها هناك. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أعزي جميع الشعب العراقي والشعب الإيراني وجميع الشعوب الإسلامية بهذا المصاب الجلل. طبعا ذكرياتي مع الشهيد أبو مهدي المهندس ذكريات كثيرة جدا، لأن عايشته منذ
ربما أكثر من 38 سنة. حجي قاسم، نعم، هاي العلاقة الوطيدة كانت في حصار آمرلي. طبعا لهما الدور الكبير في فك الحصار عن آمرلي وأطراف آمرلي، ووجود هذه القوة الآن، قوة حشد الشعبي اللي تقريبا وصلنا الآن قوامنا إلى أكثر من 7000 نفر ندافع عن كركوك، أطراف كركوك، عن طوس خرمات وآمرلي، ندافع عن جميع المكونات، إن كانوا أكرادا، عربا، تركمانا، مسيحيين. طبعا ذكريات في حصار آمرلي، وهذا يعني قصة آمرلي كانت عطافة وتحول كبير في المعركة. نعم، تكلمنا عن قصة ماذا ورد؟ تقريبا بداية الانتصارات كانت من فك حصار آمرلي. طبعا بعد 75 يوم من الحصار طلبني حاج أبو مهدي، قال أنا وحاج قاسم راح نروح إلى آمرلي، فتأتي معنا لوضع خطة، لأنه الحصار طال، أهالينا محاصرين. نعم، طبعا هليكوبتر، المدينة كانت مطوقة من 63 درجة من جميع الأطراف، حتى الرمي، ربما السائق صار رمي علينا دوشكات، وهاي قال ما ننزل ورا ساعة، لا حاج قاسم قال الآن ننزل، فنزلنا. كان الهدف بأنه نبقى هناك، يعني حتى أنا أبقى، فاطلعوا الاثنين على الخطة الموجودة داخل المدينة على تصميم الأهالي، و يعني قيادة العمليات داخليا، فاطمأننا بأنه لا داعش ولا غير داعش ما ممكن الدخول إلى هذه المدينة، فطلبوا من عندي بأنه نخرج مرة ثانية حتى نفك الحصار من خارج آمرلي، وفعلا هذا اللي تحقق. يوم الدخول إلى آمرلي كان يوم جمعة صباحا وبعد صلاة الفجر، أطال يعني حجي قاسم أطال السجود، حجي أبو مهدي قلت له حجي طول شوية نريد ندخل، قال ما يخالف، فخلص الصلاة، يعني هاي ما أنساها، قلت له حجي يلا راح نروح إلى آمرلي، قال لي لا راح نروح إلى كربلاء. يعني وقفت المعركة بهالوقت هذا؟ قال لي راح نروح إلى كربلاء، قلت له راح نروح إلى آمرلي، أهلنا فرحانين، قال صحيح، بس الآن الواقع اللي بيننا وبين داعش في حصار آمرلي ككربلاء. فهاي دائما أنا أجسد هاي الفكرة بأنه كان منطلق كربلائي. هذا أولا. قضية أخرى اللي تعلمناه من الاثنين بأنه الله شاهد، هم كانوا عابرين للطائفة، عابرين للمكونات، هذا اللي تعلمناه من عندهم، وطنيين بالحق. يعني كان نعم أكو من يقول ها دول إيرانيين، دول فلان، دول مستشارين كانوا لدى الحكومة العراقية، 14 مستشار جلبتهم الحكومة، كما مستشارين قوات التحالف الأخرى، مستشارين اللي بقوا من ذاك إلى الآن موجودين. والله يعني لولا تخطيط حج قاسم وأبو مهدي والمستشارين اللي الشجعان بقية القوات المختلفة، طبعا هم عادوا التخطيط والتنظيم، بتخطيطهم توحدنا احنا كحشد مع الشرطة المحلية الاتحادية الجيش، فشكلنا قوة ضاربة لم يتمكن داعش من البقاء في هذه المنطقة. الآن كذلك الفكرة اللي عندنا اللي على أرض الواقع، نحن كقوات عسكرية قوة واحدة. الرسالة اللي اليوم استلمناها من الناس بأنه ربما احنا أقرب المجاميع إلى الناس، هذه تحملنا مسؤولية كبيرة، كيف نتعامل من الملفات الموجودة، كيف نقدم الخدمة، كيف ننظف نطهر نفسنا حتى نكون على مستوى هذا الحب اللي شاهدناه من جميع مكونات الشعب العراقي. إن شاء الله اللحمة والوطنية والأخوة الحقيقية، النسيج العراقي، اللحمة الآن تجسدت. شوف الذي يتحدث هو شيخ سني، والله يأمرنا، تحدث قبل آخرين، المكونات، نحن نخرج الآن ونودع هذه الساحة، وأملنا تحقيق شيئين،
أولا السيادة الوطنية، ثانيا إخراج القوات. ما نحتاج إلى قوات، نحن من الكفاءة والأهلية بأن ندافع عن العراق. قضية أخرى بأنه رسالة إلى كل العراق بأن دول الصينيين ساعدونا حررونا دماءهم وحدتنا، فإن شاء الله نعاهدهما ونعاهد جميع العراقيين بأن نبقى محافظين على نهجهم على النهج الوطني ونحافظ على وحدة العراق ووحدة مكوناته. الآن نلتقي بمجاهد آخر حاج أبو مصطفى، تنضم هنا أنت معاون الحاج أبو معاون الحاج أبو رضا النجار، أبو مصطفى الإمامي، أبو مصطفى بن الراس. أريد تكلمنا عن البطولات اللي جسدت هناك على أرض كركوك وأراضينا الأخرى بمختلف مكونات، يعني سواء التركمانية الكردية العربية وغيرها، كيف كان التعامل هناك مع أبناء تلك المناطق من هؤلاء القادة وأنتم؟ وجهت على الكاميرا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أول ما دخل داعش إلى العراق وبالأخص إلى المناطق إلى موسى إلى مناطق التركمانية، كانت كركوك منطقة تركمانية خالية من القوى الأمنية من الحكومة الاتحادية، ولكننا أول ما وصل إلينا الحاج قاسم سلام وحاج أبو مهدي المهندس وقاموا بتشكيل القوة الحشد التركماني وجلبوا معهم عدد 250 نفر استشهاديين من أجل فك الحصار عن آمر لي. هذا الخطوة الأولى قاموا بها. إحنا كتركمان مديونين لهذين الشخصين العزيزين حقيقتين، فقدناهم نحن خسرناهم، ولكن لولا هذين الشخصين ما كانت لدينا أي قوة في المعادلة الأمنية بالنسبة للتركمان. أي واحدة. النقطة الثانية، من قبل تحرير آمر كنا في مرتفعات مرتفعات سليمان بيك المطلة على آمر لي. الأخوة جابوا فد ناظور نهاري متطور فكانوا ينظرون فيها إلى آمر لي، فعندما رأوا أحد الحجاج قال حجينا هذا الناظور كان يشوف بها آمر لي، فأخذ الحاج القاسم سليمان رحمة الله عليه قال أنا ما أشوف آمر لي بها، قالوا إحنا نشوفها مثل يعني شنو، قال أنا أشوف كربلاء الحسين، أبناء الحسين، بنات الحسين، زوجات الحسين، شهداء أنصار الحسين محاصرين في هذه المدينة. كان يحسب الآمر لي بما أن كربلاء كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء جسد الآمر لي بكربلاء الحسين. هذا كان حاج قاسم، صراع الحق مع الباطل. نعم، صراع الأزلي. نعم، كان معسكر، نحن كنا نعتبر معسكر الحسين ومعسكر يزيد في كل زمان موجود معسكر الحسين ومعسكر يزيد، فكان يقود المعسكر الحسين هو حاج قاسم سليمان الحاج أبو مهدي المهندس. فالنقطة الثانية، كان الحاج أبو مهدي المهندس رحمة الله عندما إجل منطقتنا كركوك فنظر إلى قواتنا شغلاتنا موجودنا ضعفاء كنا في التركمان، التركمان كانوا يمدحون بنا أفندية في التركمان، فهذا حين جمعتهم كيف ما كان يملكون أي قوة، ولكن وعد الحاج السيد القائد موجود وعد بأن سوف 7000 نفر أكون قوة تركمانية في المنطقة. هذا الحلم حققت الحمد لله والشكر. ذاك الوقت احنا كنا نعتمد على الآخرين على المكونات الأخرى الموجودة هنا، حتى الحكومة بعيدة عنا كانت، ولكن بوجود القادة الشهداء الأعزاء تمكنا بتشكيل قوة تركمانية أن لا يقل عن قوات الموجودة هناك، بل ندافع عن نفسنا وإنما ندافع عن جميع المكونات في المنطقة. المكونات الأخرى الآن يعتمدون على حشد التركمان أكثر بكثير أن يعتمدون على بقية القوات مع احترامات اعتزاز القوى الموجودة في المنطقة. كلهم شجعان إن شاء الله. حاج، هنالك من راهن على انفراط العقد الوطني، لكن هذه المعارك، هذه الدماء الزكية، هؤلاء الشهداء عززوا هذه اللحمة الوطنية. أنت ماذا تقول لبقية مكونات الشعب العراقي، أخوتنا الآخرين بمختلف دياناتهم، قومياتهم، مكوناتهم بهذه المناسبة؟ أولاً إحنا بوحدتنا تمكننا على القضاء على الداعش، لولا وحدة المكونات الشعب العراقي الشرفاء الذين توحدوا من جميع المكونات والمذاهب والأديان لما كنا ننتصر على داعش. والنقطة الثانية، كانت قياداتنا حكيمة، قياداتنا كانوا يتفكرون عن وجود جميع المكونات في هذا التشكيل، بالأخص حاج أبو مهدي المهندس رحمة الله عليه ومع حاج قاسم سليماني كانوا يهتمون يدافعون عن جميع مظلومين في المنطقة، هدفهم هذا، سواء كرديا عربيا تركمانيا سنيا شيعيا إزديا مسيحيا أيا كان. فهذا خير دليل
دافعوا عن المحافظات الغربية المتواجدة، لا أكثرية مثلا الإخوان السنة وكذلك اليزيديين دافعوا عنهم، هذا كان هدفهم، لأن كانوا شعار الإمام الخميني رحمة الله عليه عندما قال نحن ندافع عن جميع المظلومين في العالم، فهذا احنا شفناه عمليا طبقوه على أرض الواقع، فبدمائهم إن شاء الله سوف نقوى إن شاء الله أكثر بكثير، وسوف أنا أناشد الأخوة الموجودين المكونات عليهم الاتحاد، لولا الاتحاد لما نوصل إلى أي نتيجة في بلدنا. نرجع لك حاج، هذه الدماء الزكية أوردت حرية استقلال قوة ومنع على الشعب العراقي، وأيضا أخوة، نتكلم جانب الأخوة وكيف تجسد من خلال هذه الدماء الزكية. طبعا مثل ما ذكر أبو مصطفى أشار بأن الأخوة كيف تحققت، يعني أنا أتذكر بعد فك حصار آمري وكان تقريبا انتشار القوات دخلنا إلى مناطق هي كانت بالكامل كردية، احنا كلفنا مجموعة قلنا والله أي واحد يعتدي على كردي، كلفنا مجموعة بأنه رأسا يجيبوهم يعني ندبهم بالسجن شو نسويهم، إن هاي الرسالة أوصلناها هذا أولا، ثانيا سهرنا على أموالهم لأن قسم غادروا منطقة إخوة آخرين، هذا أولا. ثانيا أنا قضية أذكرها للتاريخ، أكو مناطق سنية من إخواننا السنة قسم من أولادهم يعني كانوا مع الدواعش اعتدوا على أهلنا في بشير، يعني هذا الاعتداء السافر قصبت بشير حتى في تل عفر يعني سامعينها، لكن دارت الأيام تمكننا احنا دخلنا الى هذه القرى، هم طبعا شردوا لانه هم جبناء عافوا اهاليهم، ظلت النساء والشيب هاي كيف تعاملنا وياهم، هم اولادهم يعني اعتدوا على اعراضنا حتى بس العفو عند المقدرة، هو على اهلهم ما لهم ذنب يعني هذول مضللين. والله اذا اي واحد من الرجال ما يتحدث مع النساء وهذا ديدن العراقي، جبنا النساء استقبلنا النساء، الشيب احترناهم، نعم قسم من الشباب حققنا وياهم ما فكرنا بالثأر لان دول اهلنا شو نثأر من عندهم، اقول هيا هاي الرسالة جسدناها والى الان هي هاي اللحمة موجودة، او اخواننا المسيحيين احيانا يحسون بضعف احنا نقويهم عزيمتنا، بل والله نقول لهم تعال راسنا تعاملنا، وهاي فالعراقي الشريف الغيور ما يكون عابر للطائفة يكون عابر للقومية، يفكر هذا التفكير الأصلي وحدة العراق وقوة جميع مكوناته. بارك الله فيك حاج. الآن صادق كما سمعت هذه القصص والروايات الجميلة العطرة التي كلها بطولة ووحدة، جسدت وحدة العراقي ديدن العراقي ما بداخله من محبة لأخوة الآخرين في الوطن، هذه القصص الجميلة التي عاشها هؤلاء الحجاج وأبطالنا من قادة الحشد الشعبي الشهداء الأبطال وكذلك المجاهدين من الحشد الشعبي وبقية القوات الأمنية الأخرى البطلة التي حققت مؤيد على الدواعش. مؤيد يعني هل لك أن تسأل الحاج أبو رضا النجار كيف كان الحشد الشعبي بوجود الشهيد المهندس وكيف أصبح بعد الشهيد المهندس، إلى أي مدى هناك إصرار من قادة الحشد الشعبي على مواصلة مسيرة الشهيد المهندس بالحفاظ على سيادة الدولة تقوية الدولة عض القوات الأمنية ودعمها للحفاظ على العراق؟ نعم صادق، سؤال لك من الاستوديو حاج، كيف مسيرة الحشد ما بعد أبي المهدي رحمه الله وقبل أبي المهدي، كيف هي الرؤية للوحدة الوطنية لتعزيز أواصر المحبة للوحدة الوطنية من أجل تعزيزها الحفاظ على قوتنا ومنعتنا بمختلف القوات الأمنية البطلة؟ طبعا هاي أريد نتحدث عنه، يعني سؤال جدا مهم، لأنه ربما قسم يتحدثون بأن أبو مهدي راح حجي قاسم راح بعد حشد، لا أنا أقول لا، النهج فقط النهج الوطني هو النهج الوطني، باقي القادة الفعليين الموجودين إن كان رئيس الهيئة حج فالح وكذلك الأخ أبو فدك وبقية القادة الموجودين، والله نفس تفكيرهم ضالين، نفس إحنا عندنا نهج مشينا على نهج هذا مرسوم مثبت نظل على هذا النهج الوطني، إحنا هذا مشروعنا نعتبر نفسنا بالحشد الشعب، إحنا خدام للشعب العراقي.
بجمع مكونات. إذن صادق كما سمعت الإجابة من السيد النجار أبو رضا النجار وما قال من تجسيد وطني أن الحشد الشعبي وبقية القوات الأمنية باقية على العهد سواء في عهد الشهيد أبو مهدي المهندس أو بعد رحيله وارتقائه إلى الرفيق الأعلى، باقية في إطار الوحدة الوطنية، في تعزيز اللحمة الوطنية، في الحفاظ على هيبة وأمن الدولة وقواتها بمختلف تشكيلاتها. نعم صادق. طيب مؤيد، إذن حتى هذه اللحظة أشكرك وأبقى معي، سنكون معك في وقت قادم والتغطية المستمرة. الشكر موصول لضيوفك الحاج أبو رضا النجار مسؤول محور الشمال في هيئة الحج الشعبي ومعاون مسؤول محور الشمال في هيئة الحج الشعبي، شكرا جزيلا لانضمامهم إلينا. وسعود لك زميلي مؤيد وتفاصيل أكثر عن التظاهرة التي تقام حتى هذه اللحظة في بغداد إحياء للذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة الانتصار. إذن مشاهدي الكرام، ما زلنا مستمرا معكم بهذه التغطية وهذه الصور التي تنقل لكم عبر الهواء مباشرة للتظاهرات المليونية الحاشدة التي تحيي الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة الانتصار الشهيد أبو مهدي المهندس والشهيد الجنرال قاسم سليماني. هذه التظاهرات نددت بحادثة المطار التي استشهد على أثرها قادة الانتصار، أيضا أكدوا ورفعوا شعار الحفاظ على سيادة الدولة وضرورة إعادة الهيبة لهذه السيادة والحفاظ على وحدة العراق ودعم القوات الأمنية والوقوف بوجه جميع التحديات التي تعصف بالعراق. أيضا أكدوا من خلال رفعهم الأعلام العراقية بأن العراق باق رغم المحاولات الكبيرة والكثيرة للتأثير على هذا البلد، أكدوا دعمهم للقوات الأمنية، دعمهم لمشروع الدولة، ودعمهم لكل ما من شأنه تعزيز وحدة العراق ورفع كلمة العراق. أيضا يوم كان الشيخ يطيق القرار جيمة ممشى فوق الجمال ولا تطش بالهيمة بتفر الصغار الحشد على عرجم وعباسية والحسين اثنينته وفريان حار قبل واحد يطلب الثاني النزال مدح له ويعرف ليل ونهار والسيوف الباشطة تقشط الجلد متجيس خدود عيون حق شرار والله بيكون الحشد ولي الحسين كان ما بطل الدماء تنطر لنار رفعنا فيكم على الملايين وهذا الرباط الشك واحد مجاهد الحشد يقول انا ما لحقنا عليه سيد احمد ولا نطلب ما لحقنا عليه سيد احمد ولا نطلب اكباك 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 هاي السود هاي 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 نسيتوا نادنا بالموصل وفلسطين مو بس تنفش اكبر واحد حتى تعيش انت بسلام وما يجيسك غيره والساكن بقلب قبل سكنت نسيت ام الشهيد تلاقي منها شلون صوت الباب فرع على فرعته يمن غمرايك مدميته والبطيج يمن غمرايك مدميته والبطيج بس دور اتفق مسموع سالفته وانا نعطيك الدليل اللي مشوا مو هينين ام مهدى على كفر الوطن فاتحته وانا نعطيك الدليل اللي مشوا مو هينين ابو مهد على كفر الوطن فاتحته شد اللي ابو مهدي الله يشهد يا سلاحك الله الله يشهد يا سلاحك الله للارهاب سويت عقال الله يشهد يا سلاحك خالد
كنت كلك خير وعجز عندي الوصف للوصف ما يقدر ورطب قلمه وكتب وصفك بهيجة بياته شعر كلش بسيط النقش عبدتك يا خضرنا تبيتي لي طب عين عليك وبيك البخت كله وتطرد النشارة مكانك بالقلب والقلب ما ينار يا فصل الربيع بين برد وحر كل شي تصور بالكتب والتاريخ وانت حساب بصمة وصعبة تصور يا وسط البيت يا وقفتك صوت بيت وعلى نومة وقفتك بيت يطشر مو بالعلم نذر الله اكبر بيك وكبر بيك الوطن يا فتوة المنبر بوقت كل شي انتهى وضمت لسنها الناس اجيت احتايات بيها الشعب كبر بوقت كل شي انتهى وضمت لسنها الناس اجيت احتايات بيها الشعب كبر ممحلة وبس عيد وما يصح الماي يغلى متغيث يلبيك الظلمة تبشر مثل بيت الشعر صارت الشيعة وياك يدرع للمطر كل ما يصب اكثر يا ابو محمد رمش ما قلت ما وفيك يا وحدة وطننا ومحزن المكوار يا وحدة وطننا ومحزن المكوار هل واجف بالحر هل واجف بالحر ضيعنا الواجف بالحر ضيعنا الواجف بالحر لا والله وبناء على طلب اخواني الشهيد وبتحسين الصالح قل خناسته بعد فترة من الزمن ذكراتها إلى قل كنت مدلل بيانك مثل بنتك يلي معلمنا على البارود هاي سنين فارقتك شايل نعرجك فقدوك ضمن شمال من قعد ما شفتك شايل نعرجك فقدوك مدري شمال من قعد ما شفتك يلي خليتنا تخير كبار الروس لا فشل التمر ولا مفشلتك شنك اللي متحسين هات شيلة تارت منك هات شيلة هات شيلة تارت منك هات شيلة طاحت ما بين هلاليان شيلة تارت منك ان شاء الله ما شفناه ما شفناه الشايب يمكب ما شفنا الشايب يمكب ما عدنا ما عدنا الطلايب بس عشقناها ما عدنا الطلايب بس عشقناها شما مالت الدنيا ما عدنا الطلايب بس عشقناها شما مالت الدنيا النيل شما مالت الدنيا النيل النيل وياها شما طولت العرك احنا نتمناها شما طولت العرك احنا نتمناها امس طاحت قصيبة بليل وابو لحيتي البيضة بيدردها امس امس طاحت الشيلة بليل وابو لحيتي البيضة بيدردها بس اسمعنا رباك مختلف اريد الكل يشارك بي شطاحت الطيارة شطاحت الطيارة لو عنده تنقح للمتن لو عنده تنقح
إذن سادتي الأكارم، ما زلنا مستمرين معكم بهذه التغطية المباشرة لنقل وقائع التظاهرة المليونية لإحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة الانتصار الشهيد أبو مهدي المهندس والجنرال قاسم سليماني منذ يوم أمس وحتى هذه اللحظة، والعراقيون ما زالوا يحيون الذكرى السنوية الأولى لفاجعة المطار الأليمة. كان هناك وقفة يوم أمس، وقفة حزن واستنكار في شارع المطار ووصولا إلى المكان الذي شهد الحادثة الأليمة، وحتى هذه اللحظة المتظاهرون تجمهروا واجتمعوا بساحة التحرير وسط العاصمة بغداد إحياء لهذه الذكرى، رافضين بالسياسة الأمريكية التي أدت إلى خسارة العراق للشهيد أبو مهدي المهندس، وكذلك رفعوا شعار السيادة والحفاظ على سيادة العراق وإعادة هيبة الدولة ودعم القوات الأمنية، رفعوا شعارات كبيرة وكثيرة تغنت بحب العراق ورفعوا الأعلام العراقية أيضا. كانت هناك كلمات لقادة الحشد الشعبي أكدوا جميعهم على أهمية الحفاظ على وحدة العراق ورأب الصدع الداخلي وتوحيد كلمة العراق والحفاظ على هيبة هذا البلد وسيادته، رافضين أي اعتداء يمس بأمن العراق وسيادته، مؤكدين على أن العراق باق وموحد مهما تكالبت عليه الظروف. أيضا كانت هناك كلمة للشيخ مهدي الصميدة الذي تحدث بأن العراق مقبل على تغييرات كبيرة من خلال صناديق الاقتراع واستثمار مسيرة الشهداء وعكسها من خلال الانتخابات القادمة. الحاج أبو رضا النجار مسؤول محور الشمال بهيئة الحشد الشعبي أكد أن الحشد الشعبي ما زال مستمر وعلى نهج الشهيد أبو مهدي المهندس، هذا النهج الذي أكد على الحفاظ على هيبة الدولة ودعم مؤسساتها الأمنية والسياسية ودعم القوات الأمنية أيضا. إذن حتى هذه اللحظة والصور ما زالت تردنا مباشرة لتظاهرات العراقيين بساحة التحرير في العاصمة بغداد. أيضا هناك صور ترد إلينا مباشرة لروضة الشهيد المهندس في النجف الأشرف، حيث تشاهدون أن العراقيين منذ يوم أمس يتوافدون إلى هذه الروضة الطاهرة والمطهرة لإحياء الذكرى الأليمة، زيارة روضة الشهيد المهندس واستذكار مسيرة الشهيد وجهاده وعطاءه وتضحيته لإحياء كلمة العراق وهيبة العراق و دعم العراق أيضا. إذن ما زلنا مستمرين معكم سادة الأكارم بهذه التغطية عبر العراقية الإخبارية والعراقية العامة وإذاعة جمهورية العراق لنقل هذه التظاهرة المليونية منذ يوم أمس وحتى هذه اللحظة لإحياء الذكرى السنوية الأليمة لاستشهاد قادة الانتصار الشهيد أبو مهدي المهندس والشهيد الجنرال قاسم سليماني. الصور أمامكم الآن سادتي، حيث التجمهر المليوني للعراقيين رافعين أعلام العراق ومطالبين بالسيادة والثأر للشهداء من ساحة التحرير بالتحديد، وأيضا هذه الصور لتوافد العراقيين إلى روضة الشهيد المهندس لقراءة سورة الفاتحة وتجديد العهد والولاء للشهيد القائد أبو مهدي المهندس بالحفاظ على نهجه ومسيرته بدعم العراق وهيبة العراق وهيبة أجهزته الأمنية، وأيضا المطالبة بالحفاظ على سيادة العراق، ناقلين الكرة إلى ملعب الكتل السياسية بضرورة تحديد موقفها وتوحيد كلمتها من أجل النأيب العراقي عن كل ما من شأنه تعكير صفو أمنه وأمنه وأمانه وسلامة مواطنيه. Thank you.
حجاك. اسمح لي احكي عن اللي يروح للحج الشعبي. حتى لو بيتين ثلاثه منه. إذن سادة الأكارم، ما زلنا مستمرين معكم بهذه التغطية المباشرة لتغطية الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة الانتصار الشهيد أبو مهدي المهندس والشهيد الجنرال قاسم سليماني. كما شاهدتم وما زلتم تشاهدون الصور التي تردكم عبر العراقية الإخبارية لمئات الآلاف من المتظاهرين وهم يحيون هذه الذكرى رافعين العلم العراقي منددين بالعدوان الأمريكي، وكذلك رافعين شعار السيادة العراقية وهيبة الدولة ودعم القوات الأمنية، قصائد تغنت بحب العراق، كلمات لقادة الحشد الشعبي أكدوا على أهمية دعم العراق والحكومة والقوات الأمنية من أجل الحفاظ على هيبة الدولة. لمزيد أيضا من التفاصيل ينضم إلينا مراسلنا مؤيد الفرطوسي من ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد حيث مركز تجمهر المتظاهرين. مؤيد مرة أخرى أهلا وسهلا بك. يعني ما زلنا في هذه التظاهرة وبصورها المتجددة كل دقيقة وكل ساعة، أيضا ما الجديد أيضا بهذه التظاهرة حتى هذه اللحظة مؤيد؟ نعم، لازالت فعاليات خلال هذه التظاهرة متواصلة من شعر، قصائد، فعاليات فنية، رفع صور الشهداء، أعلام الوطن أضافة إلى أعلام الحشد الشعبي المقدس، وكذلك هنالك عدد من ارتقى المنبر، منبر هذه الاحتفالية، وألقى بقصيدة أو كلمة تحيي الشهيدين إضافة إلى تغني بالوطن وحبه وانتصاراته. أيضا أحد المواطنين أحب أن يلقي قصيدة من خلال العراقية تغنت بالحشد الشعبي والشهداء، اسمح لي صادق أن يطل علينا من خلال العراقية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أحيي الأبطال الشهداء للحشد الشعبي قاطبة، وعلى رأسهم الشهيد البطل المجاهد أبو مهدي المهندس والضيف قاسم سليماني الذين سالت دماؤهم دفاعا
وحبا واحتراما واجلالا لهذا الوطن. وانا امتلك يعني كاتب قصيده يعني ما جابها يا مع الاسف، ابيات قليله. نعم، قلت حي الشهيد الذي في دمه كتبت، افديك يا وطني بالدم ترتجع. في عهد حيدرة البطولة والفدا كان العدا من اسمه هم طقعوا، واليوم في عهد المقدس حشدنا ترى الدواعش في الجحور يخنعوا. حي المهندس شيبة فيا له من قائد مترفع. والقصيدة طويلة ولا أريد الإطالة، أنا أحيي شهداء الحشد وتغمد الله برحمته الواسعة كل الشهداء والسلام عليكم. كيف تمكنت من الوصول هنا حاج؟ أنت كونك أحد المتظاهرين هنا، شلون قدرت توصل صعوبة انسيابية بالحركة؟ كيف تعامل القوات الأمنية والجهة المنظمة؟ أنا في كل مناسبة حتى أيام ثورة أكتوبر 25 أكتوبر كنت متواجد هنا وألقي قصائد، عندي قصائد كانت سياسية لطيفة، فأنا واحد من أبناء هذا الشعب، لازم أوصل هنا وأؤدي دوري وأؤدي إمكانياتي وأؤدي أفكاري. أريد نوضح للشعب أكو ناس تدافع عن هذا الوطن، أكو ناس تحب الوطن، أكو ناس تفدي دماها لهذا الوطن، فلازم أجي لهذا المكان. شكرا جزيلا. إذن صادق، كما سمعت هذه الكلمات من هذه الشيبة، هذا الرجل الوقور أحد المتظاهرين الذي يحمل كل الحب وكنا للشعب العراقي وأبنائه، إضافة إلى ما لديه من قصائد شعرية وكذلك شعارات وروح وطنية تجسد غالبية أو كثير من الشعب العراقي ما يفكر به ويقوم بالتعبير عنه هنا في ساحة التحرير وفي أماكن الاحتفالات الأخرى. نعم صادق. مؤيد، هل هناك وقت محدد للتظاهرة؟ مثلا اللجنة التنسيقية لهذه التظاهرة اليوم هل حددت ساعة لبدء التظاهرة وساعة محددة لانتهائها أيضا؟ نعم، بالنسبة للتظاهرة، وقت التظاهرة هو عند الساعة 1 ظهرا انطلاق الكلمات الرسمية، الكلمات الشعبية، القصائد والفعاليات الأخرى، لكن الحضور كان منذ ساعات الصباح الأولى، توافد عشرات الآلاف من المواطنين إلى هذه الساحة، ساحة التحرير وساحة الطيران وما يجاورها من أماكن، قدموا منذ ساعات الصباح الباكر، منذ ساعات الصباح الأولى، رغم أن الاحتفالية عند الساعة 1 ظهرا، قدموا من مختلف محافظات البلاد من أجل التعبير عن حبهم للشهيدين الرمزين وكذلك حبهم للوطن الغالي من مختلف محافظات العراق في جنوبه شماله شرقه وغربه، من أبناء الوسط وكل مناطق ومحافظات العراق، سيما المناطق والأماكن والمحافظات التي كان داعش الإرهابي يجتم على رقاب وأنفاس أبنائها، تلك المناطق وأبنائها عبروا عن حبهم للشهيدين ولرموز الوطن بما تحقق من نصر وخلاصهم من داعش الإرهابي. وقت التظاهرة صادق المفروض أن ينتهي خلال ساعتين، هو تركت الآن فعاليات شعبية قصائد وكلمات بعد أن انتهت الكلمات الرسمية، من المفترض أن تنقضي هذه التظاهرة خلال أقل من ساعة أو نصف ساعة تقريبا تنقضي. أيضا المتظاهرين بدأوا يعودون إلى منازلهم، بدأوا يغادرون الساحة، الحضور الآن أقل مما كان عليه في ساعات الذروة، ساعات الصباح الأولى وعند الساحة 1 من ظهر هذا اليوم. نعم صادق. طيب مؤيد، يعني من خلال استطلاعك المتظاهرين وإجراء اللقاءات معهم، مثلما استمعت إلى كلمات قادة فصائل الحشد الشعبي، كيف كان انطباع المواطنين عن هذه التظاهرة؟ ما هي كلماتهم؟ ما هي مطالباتهم أيضا؟ الكل يطالب بالوحدة الوطنية، الكل يطالب بالتآزر تلاحم في هذه الظروف، ظروف اقتصادية صعبة نوعا ما، هنالك محبة من أجل الاجتياز أي مصاعب أي مشاكل سواء اقتصادية سياسية غيرها من أجل عبور هذه المرحلة والوصول إلى البلد في بر الأمان، وصول البلد إلى بر الأمان، كذلك تجسيد الوحدة الوطنية. هنالك قدم من مكونات أبناء الشعب العراقي من مختلف أطيافه ومكوناته، قدموا هنا الجميع حاضر من أجل التعبير عن الحب للوطن، الحب للقوات الأمنية بمختلف تشكيلاتها، الحشد الشعبي، قوات الجيش، مكافحة الإرهاب وبقية القوات الأمنية البطلة، الشرطة الاتحادية، الرد السريع وغيرها من هذه القوات البطلة التي قدمت الكثير والكثير من دماء وجرحى، قدمتها من أجل بقاء هذا الوطن واحد موحد يسوده الأمن والاستقرار والسلام والوئام. الكل عبر عن حبه لوطنه، لأبناء شعبه، لأخوته من مختلف المكونات والأطياف. نعم صادق. طيب مؤيد، حتى هذه اللحظة أشكرك شكرا جزيلا، ابقى معنا، سنكون معك على رأس الساعة الإخبارية القادمة. شكرا لك وشكرا لضيوفك. إذن مشاهدين الكرام،
هذه التظاهرة هي الأولى من نوعها لإحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة الانتصار الشهيد أبو مهدي المهندس والشهيد الجنرال قاسم سليماني. طبعا هذه التظاهرة لم تكن اليوم فحسب، وإنما كانت منذ يوم أمس هناك فعاليات سبقت هذه التظاهرة. هناك وقفة استنكار ووقفة حزن في شارع المطار وفي المكان الذي شهد الحادثة الأليمة والحادثة الفاجعة أيضا، واستمر العراقيون بوقفتهم حتى وصلوا إلى هذا اليوم بهذه التظاهرة المليونية التي رفعوا فيها أعلام العراق وأعلام هيئة الحشد الشعبي منددين بالحادثة الأليمة ومستذكرين صولات وبطولات قادة الانتصار. كما شاهدتم الصور التي وردتكم من كوادر شبكة الإعلام العراقي وقناة العراقية الإخبارية التي نقلت لكم بالصوت والصورة هذه التظاهرة المليونية التي ما زالت مستمرة حتى هذه اللحظة سادتي الأكارم. إذن العراقية الإخبارية مستمرة معكم بتغطياتها وبساعاتها الإخبارية، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. حتى هذه اللحظة أستودعكم الله. أيام عراقية، الثالث من كانون الثاني. في الثالث من كانون الثاني عام 1955 الحكومة العراقية تقطع العلاقات الدبلوماسية مع الاتحاد السوفيتي. جاء هذا القرار بعد حملة حكومة رئيس الوزراء نور السعيد ضد التيارات الشيوعية واليسارية في البلاد واتهامه للسفارة السوفيتية بدعم نشاطاتها، ولم تستأنف العلاقات بين البلدين إلا بعد سقوط النظام الملكي وقيام الحكم الجمهوري في تموز من عام 1958. وفي الثالث من كانون الثاني عام 2020 استشهاد الحاج أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي والجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس وعدد من مرافقيهم بعد قيام طائرة أمريكية مسيرة بقصف موكبهم على طريق مطار بغداد الدولي. وجاءت هذه الجريمة بأوامر مباشرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتسببت بإثارة غضب الجماهير والتنديد الرسمي، وصعدت من أجواء التوتر الداخلي والإقليمي.